إحدى الطالبات المتقدمات لنيل شهادة الثانوية العامة في المركز الاختباري بمدرسة 26 من سبتمبر بمنطقة سليم شمال غرب الضالع. وبالرغم من الظروف التي تعيشها منطقتها كونها متاخمة لمنطقة الحرب وخطوط التماس، إلا أنها تمضي مع أقرانها من الطلاب والطالبات لأداء الاختبار لتحقيق حلمها وحلم أسرتها والالتحاق بالتعليم الجامعي مستقبلاً. تقول نجوى وزملاؤها بأنه إضافة إلى ظروف الحرب واجهتهم صعوبات أخرى خلال العام الدراسي كغياب الكتاب المدرسي والخدمات الضرورية في منزلها، فضلا عن نقص كادر المعلمين. رغم ظروف الحرب والمعاناة وعدم وجود الكتب المدرسية، إلا أننا اتجهنا اليوم أنا وزميلاتي وزملائي إلى المركز الامتحاني. نحن واجهنا الكثير من الصعوبات منذ بداية دراستنا، ونحن اليوم نتوجه إلى مراكز الامتحانات لكي نحصد ما درسنا وما تعلمنا ومن أجل بناء وطننا. أكثر من 10,000 طالب وطالبة توجهوا إلى 95 مركزا اختباريا بمديريات محافظة الضالع المحررة وكذلك مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. عدد من القيادات بالسلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة زارت تلك المراكز لتلمس سير العملية الاختبارية، وحثوا الجهات المختصة والمجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية وأولياء الأمور للتعاون لإنجاح العملية الامتحانية وتهيئة الأجواء المناسبة لذلك والتصدي للظواهر السلبية كظاهرة الغش التي ألحقت الضرر بالطلاب ومستقبلهم. تفقدنا سير العملية الامتحانية وتدشين العملية الامتحانية، فكانت تسير على أحسن ما يمكن رغم الظروف التي تعاني منها هذه المحافظة من حروب وآلات وجوع وفقر وانعدام الكتاب، إلا أنهم قاموا يعني بجهد كبير كلا من الإدارات المحلية والمدرسين والمدراء في أحسن حال، ويعني الذي تم التدشين فيها حوالي 95 مركزا يعني احتوت اكثر من 10,000 طالب، فهذا يعني شيء جيد، ونشكر وندعو الاداره المحليه والمدراء والمعلمين والاعيان والمشايخ للتفاعل والتعاون لانجاح هذه او سير هذه العمليه الامتحانيه. احلام وتطلعات وطموحات يعيشها الطلاب المتقدمون لاختبارات شهاده الثانويه العامه بالضالع نغصتها ظروف الحرب وغياب الخدمات والكتاب المدرسي، الا انهم توجهوا اليوم للمراكز الامتحانيه لمواصله معركتهم التعليميه والعمليه، فهم يعتبرونها معركه وجود وهويه ودعامه هامه لبناء الوطن. محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع.